تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاستي سارت التايلندية. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك اليوم رئيس الجامعة، إذ أعرب له عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة، فيما أكد سمو ولي العهد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.